من جديد بنرجع نحن وياكم مشاهدينا لاجواء مباراه او انطلاق بطوله لبنان لهالموسم بمباراه عم تجمع فريقي دينامو وفريق الشانفيل. بعد ما رحبت انا بالجمهور من الاول لانه كان عندنا مشكله تقنيه بريزيدان، بقى بدنا نرحب اكيد بكل الجمهور وان شاء الله يا رب يكون موسم عن جد حلو مميز. يعطيك العافيه. اول شغله نورت الام تي في رياض. ثانك يو ثانك يو. فارس مبسوط انه اجى؟ خلص مش الحال. نورت هي القصه. وعن جد خطوة كتير إيجابية مجيئك على الام تي في لأنه أنت شخص واكب الباسكتبول من زمان قبلنا كنا سوا والأرشيف عندك والطريقة اللي بتعلق فيها بتعطي أدد فاليو للباسكتبول اللبناني ونحن انبسطنا أنك جيت على الام تي في. مرسي. كيف بتشوف البطولة بهالموسم؟ رح تقلع باللبنانيين للمرة الثانية بتاريخ لبنان، بتقلع بطولة لبنان بلاعبين لبنانيين، لكن المفارقة انه بالفاينل فور رح ينضم العنصر الاجنبي، اجنبي وحيد بكل فريق. لك بصراحة غياس مثل ما بتعرف انه في اندية لبنانية من الاندية المهمة عليها بان بالفيبا. صح. مشان هيك لو قلعنا باجانب كنا عم نقضي عليهم كليا. هلا نحن اخذنا قرار انه بالفاينل فور لانه يمكن نقدر نتوصل لحل يشتغلوا على حل من هلا للفاينل 100% معهم وقت من هلا للفاينل فور مشان يحلوا مشاكلهم. نحن كاتحاد نحن حدون تحت نساعد تحل المشاكل. اليوم البطوله منا هينه. اليوم انت اذا حضرت انيبال اطلس اكيد كان في باسكت بول حلو واليوم المستوى انا مبسوط فيه لانه اغلبيتهم شباب من اعمار صغيره وبينهم اليوم انت ست للشانفيل جمال علم الدين ممتاز. انا بدي اشكرك عمر جمال الدين، بدي اشكرك رئيس الاتحاد المالي لكره السله استاذ اكرم الحلبي. مبروك فارس توصفي.